مؤسسة الجنوب لا بيبينيير اوازيس اللي كتواجد في منطقة ديال خميس اي تعميرة دونك لي زاكتيفيتي ديالها البرينسيبال هو لو غبوازمون ديال المنطقة ديال سوسماسا يعني اعادة تشجير المنطقة وخصوصا الاشجار اللي كتخدم عليهم لا بيبينيير هو الارغان خروب الرمان اللوز الكرم والزيتون هادو الانواع اللي كنخدموا عليهم اللي كيطلبوا لنا الجمعيات وهاد الاشجار كيتعطاو للجمعيات واللي كوبيراتيف غراتويتمون يعني بدون مقابل يعني كتلقى الفلاح عنده الارض مي ما عندوش لي مويان باش يزرع لا فونداسيون كتوجد له هاد الاشجار ولو بوت الثاني اولا الهدف الثاني ديال لا فونداسيون هو واحد ليسباس بيداغوجيك اللي كيجيو ليه المدارس ولي سونتر ديال لا فونداسيون كيلقاو واحد المتنفس فين يخرجوا لو بوت الثالث هو واحد لا بونك اليمونتير اللي كدير فيه لا فونداسيون الخضراء اللي كيمشيو للمدارس العتيقه ولي سونتر ديال لا فونداسيون بحال الاطفال المتخلى عنهم لاس المد الحسن الثاني دار العجزه اسمن لول دار العجزه اكادير دونك واحد المجموعه ديال لي سونتر ديال لا فونداسيون وحتى دار الطالبه ودار الطالب ديال المناطق اللي بعاد شويه لا فونداسيون كتوجد لهم واحد الباني تقريبا شاك سيمين كتمشي لهم دونك هادو لي تخوا بيوت اللي كتخدم عليهم لا فونداسيون بالنسبه نرجعوا لا بارتي دو غوبوازمون ديال لا بيبينيير اللي حنا فيها دونك الجمعيات اللي كيبغيو يستافدوا ما عليهم غير انهم يوجدوا الدوسي ديالهم يعني الملف القانوني ديال الجمعيه واللائحه ديال المستفيدين ديالهم كيجيو كيوضعوه هنا في لافيرم كنشوفوا معاهم العدد اللي بغاو ديال الاشجار من بعد كيقدروا ياخذوا يجيو يستافدوا